امتلاك عربيه كونفرتبل سقف مكشوف حلم كبير لناس كتير، لكن سيبك من العربيات الكبيره والمواتير الكبيره، العربيات دي تمنها دلوقتي من 2 مليون ونص حتى 5 مليون وعلى حسب موديل العربيه. خلينا في ارخص عربيه كابريولي في مصر او ارخص عربيه سقف مكشوف، عربيه من صانع فرنسي عريق دي اس 3 النسخه الكابريولي. النسخة دي كانت بتنزل مصر بضمان الوكيل، والعربية دي ممكن تلاقيها من 2013 حتى 2016 حسب الحالات من 450 حتى 650. أنا نفسي قعدت أدور على العربية دي حالة محترمة، ولقيت عربية كانت ماشية 28 ألف كيلو فقط، حاجة تعتبر من النوادر كده زي ما بيقولوا. العربية دي بتنزل بموتور 1600 120 هورس باور وفتيس أربع سرعات تنفس طبيعي الموتور، ومنظومة اعتمادية تماما، بتنزل كمان بستة اير باجز واي اس بي ومثبت سرعة. عربية شكلها فانكي جدا، وكمان شنطتها والقعدة فيها ورا اوسع من الميني كوبر.